اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، هل يجمع خيري الدنيا والآخرة؟ نعم، كل الأدعية النبوية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها فهي جامعة لخيري الدنيا والآخرة، لأنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وهي أمنا عائشة رضي الله عنها، بالدعاء بهذا الحديث إذا هديت إلى ليلة القدر. وذلك أن العفو معناه المسامحة، فمن سامحه الله في الدنيا سينطلق بالعبادة والقربة ويتخفف من أوزار الذنوب التي تمنعه من الانطلاق على الطريق، فينال خير الدنيا، وهو أيضا نيل لخير الآخرة، لأن من جاء وقد عفي عنه وغفرت ذنوبه فهو ناج في الآخرة. فلذلك كان هذا الحديث من جوامع الكلم ومن نعم جوامع الدعاء.